اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا في النقد الرياضي الاستاذ جمال زهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. حضرتك كله تمام؟ ايضا استاذ عصام شرتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ منور الحمد لله. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ جمال، يعني خليني ابدا مع حضرتك، ولو هتحط عنوان صحفي لفوز الارجنتين النهارده على المنتخب الكرواتي هتقول ايه؟ نقول المنتخب التانجو يستعيد قدراته بقياده ميسي، وميسي المتالق ويهزم كرواتيا المكافح بثلاثيه نظيفه جدا يعني. واحلى ما فيها النهارده كان احلى ما في المباراه الحقيقه كان ليونيل ميسي. النهارده كان متالق جدا وواضح جدا ان هو مع اقتراب الارجنتين من المباراه النهائيه، هو كمان المباراه النهائيه فتحت نفسه جدا ان هو يلعب مباراه كبيره، خصوصا بعد خروج المنافسين الكبار. تبقى له خطوه وحيده نرجو انها تكون امام المغرب ان شاء الله. طيب استاذ عصام، برضو كيف رايت هذه المباراه؟ لانه مباراه الحقيقه لم يكن احد يتوقعها بهذه السهوله. لا، هي دي بقى في العنوان عايزه انه يعني قائد الاوركسترا ميسي يعزف تانجو من جديد ويحطم نظريه المفاجاه، هو والتيم طبعا الارجنتيني، ويذهب بطموح يعني الشركاء اللي هم بيظهروا على فترات زي كرواتيا وغيرها، يعني يذهب بهم بعيدا ويقول لهم لا، في قواعد ثابته برضه حين يكون الكبار موجودين. كبير كبير يعني. الكبير كبير بس. كبير كبير. هي عند الكبير كبير يعني. هي الكبير المعزوفة كبير كان اسمها الكبير كبير. وبالتالي اعتقد انه ده يخلي لعيبه منتخبنا العربي الافريقي المغربي مستعدين ايهما استعدال الاستعداد لمواجهه الديوك الفرنسيه، ويضعوا في مخيلاتهم انهم وصلوا الى سده المنتهى بانهم ضمن الاربعه الكبار. أوكي. الرحله تبدا وتنتهي مع منتخبنا العربي المغربي عند تمثيل قوي بقى، مش بس مشرف عملوها وزياده، زي كده الشقيقه قطر ما فازت بالكاس العالم لوحدها على هذا التنظيم الرائع يعني. وبالتالي على الأشقاء المغاربة أن يقدموا أنفسهم أو يواصلوا تقديم أنفسهم، وتبقى النتيجة بقى في علم يعني القدر الكروي. طيب الأرجنتين قادر على التتويج سواء المنتخب الفرنسي أو المنتخب المغربي وصل للنهائي؟ شوف يا كابتن، هو البطولة طبعا من بدايتها يعني أثبتت لنا، هي حاجة ثابتة وعارفينها، بس هي أعادت التأكيد على أنه ما تقدرش تتوقع يعني كل طبعا كل الناس توقعت حاجات يعني. بدايه الارجنتين اللي هي الضعيفه امام المنتخب السعودي، العربي السعودي، المنتخب العربي الشقيق السعودي، ما كانتش تنبئ ابدا الارجنتين يصل للمباراه النهائيه. يعني نقدر نقول ان الارجنتين، خلي بالك ده حصل في 90. لا، حصل مع ايطاليا. لا، ومع وحصل مع ايطاليا بين 82 المباراه النهائيه لما اتغلبت اول مباراه من الكاميرون. من الكاميرون بالظبط، خسرت المباراه النهائيه. على فكره ده يحسب برضو للمنتخب، لاي منتخب، ان هو رغم الصدمه او البدايه الصدمه بيقدر ان هو يتماسك ويرجع زي ما بيقولوا كده، ايه، يمشي جنب الحيط يعني، يحاول يلملم اوراقه. يعني احنا شفنا منتخبات بدات قويه جدا وانتهت، هي دي الطفرات. لكن انت كده بتعيد تاني شرح الكبير كبير بالظبط، يعني ان هو يقدر ازاي يستوعب الصدمه ويمر منها بقدر الامكان بدون خسائر اخرى. يعني بعد الهزيمه امام المنتخب السعودي اعتقد برضو ناس كتيره جدا ما كانتش بترشح صحيح الارجنتين، كان الكل يقول لك البرازيل. لا، كان يقول لك البرازيل وفرنسا. صحيح، ما زال الوحيد اللي لسه في اطار التوقعات دي هو المنتخب الفرنسي. صحيح. لكن هل نقول ان المنتخب الفرنسي او الديك الفرنسي سيواصل الصياح، ولا اسود الاطلس ان شاء الله يستطيعوا ان هم يكملوا مسلسل، يلتهموا الديوك ويكملوا مسلسل، يعني نقدر نقول ان منتخب المغرب دخل او كتب تاريخ بكونه اول منتخب عربي
يصل الى دور الثمانية ثم مربع الذهبي. المربع الذهبي اعاد كتابة التاريخ. فهل يواصل منتخب اسود الاطلس كتابة التاريخ مرة اخرى ومرة ثالثة كمان نقدر نقول؟ صحيح. نتمنى هذا. وعلى فكرة برضو منتخب المغرب لديه من الامكانيات اللي يستطيع، لكن هل المنتخب الفرنسي سيسمح له؟ ما هو هنا بقى تيجي تقول ايه، يعني منتخب كرواتيا تألق واطاح بالبرازيل، صحيح، لكن هل اللي عمله منتخب كرواتيا امام البرازيل قدر يعمله قدام منتخب الارجنتين؟ على الرغم من ان البرازيل من الواضح ان هي يعني فنيا لما تيجي تحسب، لا البرازيل اقوى من الارجنتين طبعا، يعني كتير طبعا، لو 100%. البرازيل دايما يا جماعه هي اللي بتفرط، يعني ولا مره، خاصه لما بتبقى معاها يعني جيل ما شاء الله قوي ومتماسك، تلاقيها هي دايما اللي وقع منها الحاجات يعني. بالظبط. يعني ما حدش بيقدر يكون حاضر في الميعاد لانه يدي البرازيل بوكسين وبتاع ويخليها مش موجوده. صحيح. لكن في الحاله المغربيه بالفعل المغرب، او يعني خلينا نقولها اسود الاطلسي، عليهم ان يعني يرعبوا الديك الفرنسي. ده المطلوب الحقيقه، ويستكملوا المغامره الى نهايتها، لان هم بالفعل لمسوا كل ما يمكن ان يكون لصالحهم ولصالح يعني هوياتهم العربيه ولصالح الكره الافريقيه ولصالح ما دون اوروبا وامريكا اللاتينيه تحديدا. انت عايز ايه اجمل من كده؟ عايز بقى ان انت تحافظ على المقدرات دي وتستفيد من سابقك، الا وهو مين؟ المنتخب الكرواتي. المدير الفني الكرواتي لم يغير سيناريو رتمه امام البرازيل، تصور ان ما يمكن ان يفعله سيظل ان يفعله امام الارجنتين، وياخذها ويروح على وقت اضافي ثم ضربات جزاء، ولديه حارس اكثر من رائع في ضربات الجزاء وغيرها. يعني النهارده بالمناسبه ما خلاص بقى، ما لانك انت ما طورتش طوال المباراه كان سيء. ما انا بقول لحضرتك ما هو ده يعني حركه رجليه في الثلاث في الجنين اللي جم فيه او الثلاثه اللي جم فيه طبعا كان وحش. ما هو ده بقيت بقى ان انت ما طورتش كمدير فني، خلاص نفس السيناريو استمريت عليه، لدرجه ان لو فضل التعادل قائم وده كان صعب يحصل، لانه في الاخر في عقل مفكر ومدبر في الملعب اسمه صح. ليونيل ميسي بيقود المجموعه دي، حتى الصور اللي بتطلع انهم بيلامسوا الكاس نفسه، لا ده عامل لهم حاله لوحدها بالاضافه الى الخبرات. وشفنا ميسي بيقف ازاي ناحيه الشمال شويه ناحيه اليمين شويه اكنه يفسح طريق، ثم شفناه وهو بياخد الكوره ويروح ويبني هجمه مفيش في ثواني، ومسك رجله في الاول. الناس البعض قال ان هو رجليه شده او حاجه، ولكن يعني ده كده رجليه شده وارد جدا، وهو كمان برضه ان يكون ده ضمن انه بيداعب رقيبه يعني. وبعدين انت النهارده بتلعب زي ما قلت لك بنفس السيناريو، انت ازاي مش واخد بالك ايها المدير الفني الكرواتي؟ لا، ان الناس دي فاهمه وجايه ومش ناويه لك على خير ابدا. لا يعني هو مش منتخب هتسمع. الارجنتين النهارده برضو لم يستدرج خالص لانه يلعب مع كرواتيا بنفس طريقه البرازيل ولا بنفس طريقه كرواتيا نفسها. هم فضلوا حتى يمكن على مدار 20 دقيقه واكثر، 20 دقيقه واكثر، 25 دقيقه، كان واضح ان هم متحفظين جدا وبيمتصوا الصحوه او البدايه الكرواتيه الجامده. صحيح. يعني كان بدايه كرواتيا شديده يعني. انا اعتقد ان هو سابه احنا قلنا الارجنتين يعني، ومع ذلك خالفوا التوقعات بانطلاقات بقى ميسي برضو. ايوه، عارف حد درس السوق يا كابتن اسلام يا استاذ جمال؟ تشعر ان سابه الاول يفهم ان الطعم بتاعه ايه؟ شبك. اللي هو فكره انا سايب لك الكوره وانتوا معاكم الكوره وخلاص، قال لك بس يبقى البرازيل هي بهتت على الارجنتين وهتفضل نفس الحاله. تماسك بقى نص الملعب في كرواتيا، وطبعا انت شايف لعيبه بتلعب بذكاء، بدا يسيبه يروح ويصل للتلت الاخير، ثم النوك اوت اشتغل بقى وانت راجع من عند الحبال تك 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 جون. يعني المهاره الفرديه طبعا المهاره الفرديه لمودريتش في المباراه امام البرازيل مع كرواتيا، صحيح، كان له دور مهم جدا طبعا بتحركاته في جميع ارجاء هو الناس. حاول النهارده وهو حاول النهارده، لكن لم يسعفه اداء فريقه مع الفريق المنافس. صحيح. يعني الارجنتين النهارده بقول لك كانت ما كلتش الطعم يا استاذ جمال، هي مستوعبه طبعا جدا، وده بيدي برضو مؤشر مهم قوي انه الاستحواذ مش هو كل مش حاجه، مش دلاله، لا مش يعني الاستحواذ على الكوره. صحيح. لا، في مباراه منتخب اسبانيا والمنتخب المغربي او معظم مباريات المنتخب الاسباني كان التمريرات
فوق الألف تمرين. فوق الألف تمرين. بالظبط. فوق الألف تمرين كل المباريات. صحيح. خلاص؟ تمام. وحصل إيه في الآخر؟ خروج مدوي. بره طبعًا. بره طبعًا. طبعًا. ويمكن الأهداف حتى التلاتة ظهر فيها فوارق فردية. صحيح. يعني حتى ركلة الجزاء. وسرعة نقل اللعبة. سرعة النقل من الدفاع للهجوم. خلي بالك برضه المنتخب الكرواتي منتخب شيخوخي شوية، يعني تحس ان هم كلهم معظمهم كبروا باستثناء طبعا الاستوبر اللي دخل جديد اللي هو كان رابط وشه في مصر. الأغلبية اللي موجودة بريزيتش منتخب ثابت لدورة ثانية على الأقل. وخلي بالك حضرتك هو لو خد تطعيم. هو لو خد ثالث هيبقى عمل انا شايفه انه بيعمل ايه. هو طمح يلعب النهائي للدوره الثانيه على التوالي يعني. اوكي. لكن هو لو خد ثالث ما هو السنه اللي فاتت قبلها واخد اللي هي الدوره اللي فاتت في روسيا واخد ثاني كابتن ما عدا البرازيل والارجنتين وعلى مقربه بس طلعنا بره طبعا ممكن تقول اسبانيا ممكن تقول انجلترا بحلم سابق يعني ما عدا دول اي حد بيروح عند المربع الذهبي هو الأكثر استفادة لأن القوات القروية العظمى دي هي اللي من حقها دايما أنه نظريا تحطها هو كادر الوصول للمربع الذهبي في أقل تقدير. هو ده اللي قاله المدير الفني للمنتخب الكرواتي بالمناسبة قال لك احنا دولة صغيرة ومنتخب صغير دي على تاني فكرة هم يشكروا يعني لازم نشيد هو ده اللي أنا بقوله لازم نشيد بيهم برضو لأنه مش هينفع أن احنا بنشيد بيهم لغاية المباراة اللي فاتت وبعدين فجأة لا ده هم وحشين لا بس النهارده هم كانوا في حاجة مش مظبوط هم أقل طبعا هو نتاج أقل النتاج الموجود ده أكثر ما عندهم حد بيقول لك لا يا أستاذ عصام لا 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 يا كابتن معدلات عمر يا كابتن عدم تغيير في الاستراتيجية تمام ما أنا بقول لحضرتك دي بتبقى إن هم بيعبروا حاجز أدائهم لأنه منتخب فعلا أنت قلتها منتخب طاعن جدا مش بس في السن أنا معاك في دي طاعن في إن هم فالاستراتيجية يقدر نصف مدرب يقراها يا كابتن أوكي. ساعد على كده المدير الفني اللي معاهم لأنه واضح ان هو العشرة مع التيم بتاعه بقت مخليهم عارفين يعملوا ايه بس ايه ده لازم يبقى متغير صحيح. يعني لازم ما تلعبش البرازيل زي الارجنتين اعتقد هو طبعا هيبقى فاهم كده انا بقول بالمتابعة وجزء من التحليل لا كان عليه ان هو يلخبط السيناريو الا يجرى لك اكتر من انت تغلب يعني ما تتغلب هتلعب ثالث ورابع لا هو كان عنده السيناريو الوحيد نقدر نقول ان هو عاوز يفضل مأمن ومركز دفاعيا كويس جدا ويعتمد على بعض الهجمات النادرة خلي بالك هو معظم المنتخبات طيب خلينا نتكلم بما ان حضرتك فتحت النقطة دي لان انا النقطة دي بالنسبة لي برضو نقطة غريبة جدا نعم معظم المنتخبات اللي وصلت للدور القبل النهائي واللي وصل حتى النهائي لما تيجي تتفرج على المنتخب الارجنتيني في كل المباريات القوية بيعمل ايه امام هولندا عمل ايه قفل واعتمد على الهجمة المرتدة على الجانب الاخر يؤكد حاجة المنتخب الكرواتي عشان يصل للمباراة القبل وبأقل عدد من الاهداف عمل وبأقل عدد من عمل قفل واعتمد على يجيب جول ويقفل على الباقي المنتخب المغربي الناحية الثانية نعم طيب خلينا نروح لاقصى لما جه يلعب بقى في على المربع الذهبي غير مين الارجنتين الله ينور عليك ولكن اللي وصله للمربع الذهبي ده ايه تحصيل اللي حضرتك واضح او من الواضح ان كره مورينيو رجعت مره تانية طبعا مورينيو او في نص الالفينات كده او في 2008 9 10 خد مع الميلان او مع انتر ميلان الدوري ابطال اوروبا انتر ميلان 2-0 من مع برشلونه لو تفتكروا او على بايرن ميونخ كان عمل ايه كان واقف ده ال 18 هو كان قال لك انا دي طريقه لعبي واقف قدام ال 18 بيعتمد على الهجمه المرتده وخلاص ايوه ما هو معلش هو برضو نقطه الدفاع ده ما احنا دايما بنقولها الدفاع مهم جدا في انك هل هذه الدرجه طبعا كابتن انت عارف مين ونص خط نص مهم وخط كابتن عارف مين عارف مين يا كابتن اللي انقذ الارجنتين مين مباراه السعوديه لو المباريات الاولى مرت زي ما البرازيل كده اللي وقع البرازيل انها ما صدفتش خصم عنيد يعني لا انا قصدي اقول لحضرتك ايه يا استاذ عصام ان احنا دايما كنا بنستنى بننتظر كاس العالم ان احنا نتابع ونشوف كل حاجه ولكن في نفس الوقت يعني انا ساعات كتيره جدا بعمل ايه بتفرج على الماتش دلوقتي واحنا قاعدين بنبقى قاعدين كتير فبنتفرج على المباراه انا ساعات بالليل لما اتفرج لوحدك اقعد اتفرج لوحدي عشان تشوف بقى عايز اشوف ايه اللي اتعمل جديد
من المديرين الفنيين المفروض اللي هم الاعظم في القاره في الكره الارضيه. مفيش فريق يا كابتن، مفيش حد عمل حاجه جديده يا استاذ اسلام، مفيش منتخب عمل حاجه جديده. ما ليها سبب بس ما استاذ جمال يتكلم. مفيش فريق هياخد بطوله العالم يعني الا اذا كان دفاعيا. لا ده ما احنا بنتكلم على تطوير الاداء الفني، لكن انا بتكلم هل هناك يعني احنا مثلا في 2018 في طرق لعب يعني في طرق لعب احنا في 2018 هفكر حضراتكم ايه اللي حصل. طريقه اللعب اللي هو اعتمد فيها على الاسبان برضو اعتمدوا فيها على الباكين بيخشوا لجوه والاثنين الديفندر بيبقى واحد فيهم واقف والاثنين بيطلعوا من ورا، اللي هي الطريقه اللي بيلعب بيها جوارديولا دلوقتي في مانشستر سيتي ويورجن كلوب دلوقتي في ليفربول. فالطريقه دي احنا شفناها في 2018 كانت طريقه جديده والناس ايه ده؟ طريقه ايه؟ مثلا في اسلام شوت بيلعب باك رايت، لا كنت بتلاقيه دايما جوه بعيد عن الخط، كنا بنستغرب. السنه دي يا استاذ عصام انا اتفرجت تقريبا 80 90% لوحدي على المباريات لوحدي بالليل كده، اقعد اتفرج عليها على رواقه على الرواقه كده عشان افهم مين بيعمل ايه جديد. مفيش حاجه او انا ما شفتش. انا قلت لحضرتك دي ليها سبب الا وهو مع المنتخبات يا كابتن الا نادرا مش قليلا انك تلاقي مدير فني خد البطوله مرتين، بطوله كاس العالم كاس العالم تحديدا، لانه لا يشرب الطول وهو لا يمكن يكون خارق لدرجه انه يقدر هو نفسه يبقى اثنين. وشفنا تي تي او تشي تشي بعد اداء رائع، لكن هو لما مسك التيم كان ماسكه قبلها بسنتين، وبعدين لعب 18 وبعدين هيلعب 22، لا جديد. ما فرنسا ما زالت انا جاي لحضرتك اهو فرنسا الراجل دخل عليهم جديد ومعاه ولاد صغيره في اعاده المشروع. ممكن تكون نقطه استاذ عصام صحيحه في اعاده المشروع ايميجا كي، بس عشان الفكره ما تقعش منه. لا عارف في اعاده المشروع ايميجا كي. تعال بقى الناحيه الثانيه الارجنتين. لا قبل بس ما تسيب الفرنسا، ما انا جاي لك اهو الارجنتين طورت. اتفضل طيب لو عايز تقول حاجه عن فرنسا. انت عارف بقى فرنسا ليه؟ لان معظم اللاعبين او الاسماء الكبيره في فرنسا ها اتصابت. ايوه اللي هو كانتي وبوجبا وبنزيما فبقى الخمسه سته اللي بيلعبوا مع المجموعه الباقيه مش موجودين، فاضطر يجيب وجيرو كان هيلعب لو بنزيما بيلعب. انا بقول لحضرتك اهو واشتغل معاهم فبقى الشغل ده جديد. الله ينور عليك. تعال بقى انت على الارجنتين، غيرت مديرها الفني بالمناسبه. غيرت كرواتيا لا السيد لقجع الراجل اللي بيشتغل لبلاده، تعظيم سلام يا عم لقجع اللي بيخلونا عايزين نحاربه. لا وماله الراجل بيشتغل لبلاده. لا احنا يا رب يوفقه. لا لا الاخوه يعني اللي بيحاولوا يفهمونا ان هو ضدنا بالضروره، ده راجل بيشتغل لبلده. عمل ايه؟ اخلى خليلوزيتش لانه خلاص خليلوزيتش مقروء مش هياخد اتنين تلاته الكبار، عامل معاهم حكايه عند. بس خليني اقول لك على حاجه، انا جاي لك بقى ماشي. اكمل وبعدين حضرتك قول اللي انت عايزه. ثم لن يكون هناك جديد، والدليل انه حين بدا فكره الركراكي بعد مراقبه على مدار موسمين مع فريقه المحلي ثم مع النجوم، يعني جلس مع كباتن التيم يختاروا مدرب وطني، دي من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه هو كراجل برضه مزروع في الكوره بقاله فتره عايز يعمل اي بلوف جديد، يعني ده اللي انا شفته طبعا. اوكي. عايز اقول لحضرتك هو مين اللي اختار اوناحي؟ نعم مين اللي اختار اوناحي افضل لاعب في المنتخب المغربي دلوقتي؟ مين؟ وحيد. وحيد خليلوزيتش. ماشي ماشي خلي بال حضرتك، ما هو برضه لازم تدي. لكن مين اللي اخلى النجمين ثلاثه اللي ليهم عزه مع التيم حتى لو ما لعبوش؟ كان خليلوزيتش برضه. كان خليلوزيتش برضه. لكن انا اقصد في نقطه برضه مهمه. وليد الرجراجي برضه شغال نفسي. نفسي طبعا. هي مش كل حاجه بقى. خلينا نتفق على ايه؟ انا قلت لحضرتك الجزء الوطني. لا لو كوره بس الوطني. لو كوره بس مش ممكن تؤدي الى اعظم النتائج، لازم يكون الجزء النفسي والاعداد. يا استاذ جمال هو كل اربع ايام. أيوة. هو كل اربع ايام بيلعب ماتش او كل ثلاث ايام تقريبا. أيوة. بيلعب ماتش. فانت هتعمل ايه في الثلاث ايام غير ان انت تقعد تتكلم مع استاذ طيب جمال واستاذ محمد؟ ده يؤكد على فكره اللاعبين، ده يؤكد الكلام ان انت تقدر بالاعداد ده. انت مش هتجيب لعيبه تعلمهم كوره. لا 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 طبعا. اللعيبه دي ما كل واحد في النادي بتاعه وكل واحد له تاريخه وكل واحد كذا. صحيح. عشان كده احنا هنا بتبقى حاجه يعني دمها خفيفه لما يجيبوا لنا مدربين للمنتخبات يقول لك عايز اللعيبه قال عشان يعمل لهم اعداد وعشان يجريهم. يا عم انت شويه تكتيك على شويه
نفسي على شويه شغل. لا طريقتك هي اعداد ذهني اكتر طبعا يعني. واسلوبه على راي كابتن اسلام اسلوبه الفني. ما هو اسلوب الراجل الفني ده ممكن اللي عايز تعد بيه ماشي اوكي بالزبط. لكن انا اقصد في النهايه ان كره القدم الدفاعيه الدفاعيه هل نقول ان هي رجعت مره ثانيه يا كابتن اسلام؟ الكره مش اصل الدفاعيه الناس بتفهمها صح. معلش صح. معلش فضل. الناس بتفهمها فضل. على ان فريق بيلعب دفاعي يعني ثم يفوز. لا يعني ملوش في الهجوم. لا يا استاذ لا طبعا ما هو اكيد الناس مش فاهمه. اكيد الناس فاهمه كده يعني ان الدفاع ده اللي هو بيقف وبيعتمد على الهجمه المرتده بالظبط. طيب على فكره هي دي طريقه لعب. هو امتى بدا منتخب الارجنتين في المباراه النهارده يفرض سيطرته؟ بعد تلت ساعة أو بعد 25 دقيقة لغاية لما جاب الجول الأولاني. الجون في الدقيقة 32 يبقى لغاية الدقيقة 32 لغاية الدقيقة 32 قبلها بخمس دقايق وبعدها فاصل من السيطرة صحيح الأرجنتينية صحيح والدوافع النفسية الجامدة جدا. الجون الثاني اللي جابه ألفاريز ده مش ممكن يعني في منتهى التصميم والإعداد ومنتهى الاستهتار من الدفاع بالظبط ومنتهى اللي معهوش كره بيتحرك له واحد على يمينه وواحد على شماله ومنتهى. لو سابوه ان هو رايح لوحده زي زمان ما كانش ممكن الا الناس كلها تضم عليه قلبي الدفاع. توفيق ليه طبعا. هو كل ما يخش بالكوره تمشي وتخبط وتجيله. ما خلاص بقى ما ده بقى القدر الكروي يا استاذ جمال. هو بيبي قال لك ايه لاعب المنتخب البرتغالي قال لك هي لا قال لك هي رايحه للمنتخب الارجنتيني عايز انقل على حاجه صغيره قوي. ماتش السعوديه والارجنتين ما كانش قصده كده بالمناسبه. هو كان قصده ماتش السعوديه والارجنتين يا كابتن بيخبط في التحكيم. ماتش السعوديه والارجنتين حوالي 10 دقائق في الشوط الثاني السعوديه واخده الارجنتين في منطقه جزائها وتصميم وقوه في الاداء ويعني اللي هو نتاج بقى للايه الاعداد النفسي او الذهني بتاع الراجل. الله ينور عليك. اللي قال لهم انت هيجرى لكم ايه ما تلعبوا جوه اوضه اللبس ما بين شوطي المباراه نعم. اللعيبه السعوديه نزلت حاجه تانية خالص وانا عايز اقول عايزين تصوروا مع ميسي تصوروا. لا هو قال لهم كده وقال لهم بقى ايه عبال ما يفوقوا يعني. هو وضع طبيعي النهارده منتخب كرواتيا فقد تماما التوازن بعد ما جه الهدف الاول والثاني ورا بعض خلاص صحيح. بقى بره صحيح. صحيح. هو خرج من الجيم. هو مش خرج هو ده نتاج السيناريو الواحد يا استاذ جمال. أيوة. ما هو السيناريو اللي كانوا راسمينه هو السيناريو اتغير باظ فما عندهمش وما بص قبل كده ما لحقش. ايوه ما لحقش حد يقول لهم يلا روحوا نمره اتنين او بلان بي. ما كنا مع الضيوف امبارح في البيت الكبير وسالتهم ما سالوني بيقولوا لي طب انت قلت لهم لا كرواتيا لو الارجنتين جابت فيها جون والتاني على طول خلصت على طول طبعا ها خلصت. طيب يبقى ده تاكيد فعلا لانه طول ما النتيجه 1-0 كانها 0-0 معلقه لغايه اخر ثانيه واحد بيشوط كره تخبط في واحد تخش جون بقت 1-1 بالظبط وهتستلم روح قتاليه من كرواتيا هتبقى على الله ينور عليك. تجيب لكن الثاني هو اللي خلص الماتش. الثالث بقى اللي كان قفل الموضوع خالص. اداء راقي ورائع جدا نعم من ميسي حقيقي بشكل يعني انا ما هي يعني لمسه المايسترو بالشكل ده بقالي فتره. الراجل عمل كل حاجه وبذل مجهود جامد جدا واحتفظ فضل محتفظ بالكوره رغم وجود المدافع معاه على طول انما مشي بالكوره ورقص ولعبها الفريز برضو. هو برضو الموهبه واحنا ليه بنقول مايسترو عشان بيخلي كل عازف يقوم هنا كمان صحيح. هنا كذا طبعاً. فهو مستني لما طيب. يدي حد مش حكايه ان هو عشان احسن كوير مستني يفوت بقدراته هو الواحد يعني النهارده يستحقه تماما الوصول الى المباراه طبعا اداء حقيقي. اداء حقيقي. النهارده دفاعيا ووسط مقنع. وهجوم عايز بس اقول لحضرتك انه من اول 3-5-2 ما بدات الكره استحكامات الطلاينه اللي كان يقال عليها الكالاتشيو عادت بنصف دفاعي ونصف هجومي. عشان كده المدربين اللامعين الحقيقه ومنهم الراجل كولر دايما هيقول للعيبه ايه زي ما عندك وانت مهاجم شق هجومي عندك شق دفاعي ويقول للمدافع زي ما عندك شق دفاعي عندك شق هجومي. هي عدد بالمره وحتى الطرق البرازيل طيب. بتلعب 4-1-4 صحيح. كلام يعني غريب 3-4-3 كلها مشتقات التنفيذ بقى على ارض الملعب بقى اللي بيلعبك ازاي صحيح. عموما نتمنى ان يكون او اللي احنا نكون استفدنا من كاس العالم لانه ان شاء الله بكره المباراه الثانيه المغرب وفرنسا. خلينا بس نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن
البطوله المحليه بما اننا بنتكلم عن كولر، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي ومباراته السابقه امام الاتحاد السكندري، فوز باداء غير مقنع، ولكن اهم حاجه ثلاثه نقاط في هذه المرحله، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم ايضا عن مباراه فيوتشر يوم الجمعه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. المباراه القادمه، وخلينا نتكلم عن مباراه الاتحاد السكندري والاهلي يا استاذ جمال. مباراه استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها يعني لما يتفرجش على المباراه ويسمع النتيجه 3-0 يقول لك ايه مباراه جامده جدا. ايزي جيم. نعم، يقول كان ايزي جيم. ولكن على العكس تماما، كانت مباراه صعبه، ركلتين جزاء لنادي الاتحاد السكندري. في نفس الوقت على الجانب الاخر نادي الاتحاد السكندري قدم مباراه انا بشوفها جيده على فكره بالمناسبه، خصوصا في الشوط الثاني. النادي الاهلي 3-0، ولكن حتى المدير الفني مارسيل كولر طلع وقال لم نكن في يومنا واداء سيء للغايه. عنده حق جدا. يعني يمكن الحسنه الوحيده ان هذه المباراه النادي الاهلي بيلعب وهو عاوز يخلص الجيم. صحيح، اول ربع ساعه. يعني ده اللي احنا كنا كمان بنطالب بيه. صحيح. يعني احنا كنا بنطالب انه ما يتاخرش الفوز، يتحقق بدري، بس بعد كده عندك من الوقت اللي تقدم فيه بقى اللي انت عايزه، كوره افضل. صحيح. ويمكن ده المعنى اللي بيتكلم فيه كولر، ان هو مش راضي عن الاداء، لان كمان مع وجود هذا الاداء ومع تقدمك بالنتيجه، نتيجه كويسه وكبيره، ممكن يحصل بعض الهفوات الدفاعيه مثلا، ولا مشكله ما دام بتقدر تلم نفسك. تعرضك لمشاكل طبعا فنيه، ممكن تعرضك في مش لازم في المباراه دي، في اي وقت، في اي وقت ممكن. لا، ممكن تكون مباراه صعبه جدا والمنافس بتاعك لو قدر يرجع للمباراه هيبقى خطر عليك مؤكد. وعشان كده الماتشات الكبيره يا استاذ جمال والماتشات القويه والماتشات التي تستحق المشاهده بتبقى من طرفين. يعني لازم نقول الاتحاد السكندري الحقيقه طبعا مشكور على هذا الاداء طبعًا. سواء مجلسه اللي اختار الراجل ملويتش ده وطريقه اداء الراجل. الراجل لم يبدو مذعورا يا استاذ جمال. لا، خد ضربتين جزاء وهجوم. لا لا، والشناوي بقى العالمي ده شال كام كوره وخط الدفاع مع بعض الانتظام، واللي انت قلته انه قد تكون هناك فوات يخشى منها في مباريات مقبله، ده اللي قاله كولر اعتقد للعيبه. هو اللي قاله ان هو غير راضي عن الاداء بشكل عام، انه شايف ان في اخطاء. هو الراجل طبعا يبدو انه شغال عليها وما بتخلص، ممكن يعني اللي فهمته يعني ملاحظاته ما بتتنفس بشكل اللي هو عايزه. فطبعا او بتتنفس حتى طبقا لكلامه في المؤتمر لمده 15 20 دقيقه فنجيب الجون او الجونين وبعدين رحنا فين، ما بيبقاش عارف الراجل رحنا فين. انا واحد لا اخفي عليك يعني ان انا سعيد بان الفرقه النهارده بتحاول تكسب من اول دقيقه. ما هو ده بقى عشان ده اسمه الدوري بيني وبينك. ما فيش سكسي فوتبول للفرجه بس، وبعدين في الاخر تروح معكش نقطه. الاول حرام، وبعد كده حرام تكسب وبعدين ما هو اسبانيا عملت 1000 تمرير. ايوه انت الله يعافيك يا كابتن. انت لسه قايل ابو 1000 تمرير يروح. روح. لا احنا مش عايزينه يروح، بس هي ده الكره الواقعيه دلوقتي، هي اللي اصبحت واضحه للكل دلوقتي طبعا. وعشان كده لابد زي ما بقول لحضرتك انه النقط يعني كل المباريات دي على فكره هي دروس برضو. طبعا طبعا المدير الفني بيستفيد منها جدا. صحيح. بس الحمد لله انه برضو الاخطاء لا تؤخرك. يعني حتى بالظبط ان انت لغايه دلوقتي 6-3 18، طالما بتكسب. واحنا يمكن انا قلت مع حضرتك الاسبوع اللي فات ان جميع مباريات الاهلي في الفتره القادمه صحيح مباريات كؤوس. صحيح. حاجه يعني لان الفرق كلها برضو ما تنساش الاتحاد ده لغايه الاسبوع اللي فات كان اول، كان طبعا قبل الايقاف وهتلعب مع فيوتشر. طيب عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر سنوات النادي الاهلي لمباراه فيوتشر ونرجع ناخد كلام الاستاذ عصام فيما يخص هذه المباراه. طيب استاذ عصام، مباراه مهمه، مباراه صعبه، الناس قد تكون قلقانه من مستوى اداء النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري، ولكن في النهايه انت استطعت ان انت تكسب 6 مباريات ب 18 نقطه. صحيح، مباراه ثقيله وصعبه ومهمه حضرتك اوجزتها، وبالتالي كولر يرى انه على لاعبيه ان هم يبداوا يخرجوا لثقافه مختلفه. أيوة. اللي هي استمرار نفس الريتم، استمرار نفس الاداء، وان الماتش ما بيخلصش بعد احراز هدف او اتنين الا باشارات منه، زي ما عمل في الماتش اللي فات او اللي قبله لما بدا يغير وهو كسبان اتنين علشان يخلي اللعيبه تاخد نفسها، وقال كده عشان اعمل تدوير
والعب اداء ما يكلفنيش جهد عالي قوي في اخر 20 دقيقه. صحيح. اهو ده بقى سيناريو اهو. لكن انت النهارده محتاج تقول للاعيبتك اللي هو قاله. وبالمناسبه لمن لا يعرف، الراجل لا بيدي دش سخن ولا دش بارد، الراجل بيقول لهم احنا اشتغلنا بس لسه الشغل ما طلعش. طب وبعدين؟ يعني بيحط اللعيبه معاه في التصور العام للاداء المطلوب حتى يظل الاهلي على القمه. مباراه طبعا يخشى منها الحقيقه يعني. لما تحط كل ده جنب انه الوقت يبقى ده، ناقص الانديه تعمل جماعه عشان تكسب الاهلي، يعني ناقص الانديه تقول لبعض يلا نلعب كلنا. كله حلمه بقى حلم النيل من نقاط الاهلي يعني. وده طبيعي، الكبير هو الاهلي. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي لازم تساعد الراجل. الراجل جاي لهم بنسخه خواجاتي خالص، اوروبيه خالص، والاداره حسنا ان فعلت ده. لا عنده بقى طرف المنطقه العربيه ولا الافريقيه، فبيشتغل على اعلى موديل. لعيب النادي الاهلي بكياسه وفطنه وهو يلعب مع الاول دائما لازم يستفيد من الجزء ده فنانا يا كابتن اسلام طبعا. وبالتالي هذا الرجل اعتقد ان هو مع يناير هيكون عنده تغييرات او بعض تغييرات هتؤدي انه اللي بيقدمه للعيبه دي، لانه من النوع زي ما قلنا اللي بيتكلم كلام من اللي ما فيهوش مداراه. ده انت بيسمع انه لو اسلام زعلان انه ما جاش الاستوديو النهارده عشان ما كانش معاه، يقول له لا خلي بالك انت ما جيتش الاستوديو عشان ما كانش معاك قلم. اول ما يبقى معاك قلم هتيجي الاستوديو. الراجل واضح صريح، يقول لك لعبك بيدك. اه جمال هيجي الاستوديو معاك. هنا لازم نقول لعيبه النادي الاهلي عليكم ان تؤدوا. الجمهور مستني منكم كتير. النادي الاهلي ما شاء الله بعد كده مش هتلاقي يعني اهم واكتر من انك انت محطوط ضمن تصور النادي الاهلي حتى للمستقبل. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، لانها مباراه صعبه جدا جدا جدا. كل المباريات صعبه الحقيقه، بيطلع من المقاولين للاتحاد بتطلع فيوتشر وبعد فيوتشر اللي اعتقد مباريات اخرى. عشان كده كابتن لابد يبقى في اللي احنا عصام برضه لمح ليه، انه يبقى في حد ادنى من التراجع. صحيح. يعني حتى لو انا كسبان طبعا وعايز اتراجع دفاعيا واحافظ على الفوز اللي شاف احافظ عليه وفق ايه سيناريو. صحيح. يعني انا العب برضه وكل حاجه واوفر جهدي للمباريات القادمه، لكن بشكل منظم لا يرعب ولا يخض المشجعين والمهتمين والمحبين. ان شاء الله يبقى النادي الاهلي يرجع ثقة كل جمهوره اللي عمرها ما بتروح بالمناسبة. لا وهي رجعت بتفضل دايما موجودة كبير، لكن دايما جمهور الاهلي عنده تطلعات وعنده طموح اكبر واكبر خلال الفترة الجاية. ان شاء الله يوم الجمعة القادم تبقى موجودة في مباراة فيوتشر. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا يا استاذ عصام على وجودك معانا. انا بشكر الاستاذ جمال والاستاذ عصام على وجودهم معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس المونديال مع كريم سعيد وأيمن جلبرتو هيكونوا في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفصل